الشباب والإنجاز اللي حققوه، وإن شاء الله بتكون الأفراح في المحافظة وفي كل الوطن، وبنكمل مسيرتنا في التحرير ومسيرتنا في الرياضة ومسيرتنا في كل شيء. نعم، ألف ألف مبارك، وأنتم تستحقون يعني هذا التألق وهذا الفوز، 4 أهداف مقابل هدف على الأشقاء مع نادي أرثوذكسي بيت ساحور. دعنا نتحدث عن الأداء بداية، كيف تقيمون الأداء مع أن النتيجة توضح طبيعة هذا الأداء، لكن أنتم مدى الرضا، هل بالفعل تم تحقيق تمازج حقيقي جميل أدى إلى مثل هذه النتيجة ب4 أهداف؟ بداية الله يبارك فيك، عندنا الشباب هاي الفئة العمرية بدأت من سن صغير وعندهم تجانس كبير ولعب وأداء فيه احترافية وفهم للعب وفهم للمراكز، وأدوا الواجب المطلوب منهم جميعا، وأنا راضي كل الرضا عن الأداء، وأتمنى أنهم يكونوا العام القادم ممثلين لثقافة الكرم في المحترفين، وهم على قدرة عالية، ولكن يجب أن يكون هناك ثقة من قبل المدربين اللي راح تكون مشرفة عليهم في العام القادم، لأنه عندي إحنا فئات عمرية متواصلة ومتتابعة بين الفئات السنية الصغيرة في النادي، ولازم نكمل فئة ورا فئة، وعندنا فئة 2006 وال 2008 وال 2010 كلها هاي احنا بنشتغل عليها وبنطورها، الا ان هاي الفئة لانها بدت من صغر من سن صغير عمر 6 سنوات وانجزوا بعد جهد طويل هذا الانجاز، واتمنى انه يكملوه في الدوري لانه وصلوا لمرحلة الدوري المركزي وهم على قد انهم يوصلوا كمان ينجزوا الدوري. اتمنى كمان من البلد او المحافظه انهم ينظروا بعين على ثقافه الكرم، لانه فعلا اكبر مؤسسه بتحتوي الشباب وبتحتوي الاولاد اللي عندنا في المحافظه فهو ثقافه الكرم، ولكن للاسف ما عندناش الجهات الداعمه زي ما هو موجود في المحافظات الاخرى لهي المؤسسه بجهود ناس محددين، يعني الله يكيمه بالسلامه الاستاذ محمد ابو اسامه ابن عمي، هو يعني بعد الوعك الصحيح اصابته وعمليه القلب للامانه انه امبارح بس احنا اخذنا البطوله شعرت انه في شيء منقوص. نعم، نتمنى له كل السلامة بالتأكيد، لكن دعنا نتحدث هنا عن الدعم طالما أنك ذكرته سيد صباح، بماذا يتمثل هذا النقص فعليا؟ يعني هل التحركات خجولة من قبل المجتمع المحلي والمدني وكذلك المؤسسات الشريكة الأخرى؟ نعم صحيح، لا يعني لا مؤسسات شريكة هي متابعتنا بشكل صحيح أو دعمتنا بشكل صحيح وبيحاولوا أنهم يبتعدوا، نتمنى منهم يكونوا موجودين. الشخصيات الاعتبارية في المدينة كمان بنيجي بنعمل إدارات، ولكن خلال فترات وجيزة بتبتعد، وأتمنى أنه يكون الواحد على قد المسؤولية وتحلى بمسؤولياته مشان هاي المؤسسة اللي بتحط وحطينا فيها عرق، والله يخلف على كل واحد موجود وقاعد بقدر يعني مقدرته اليسيرة اللي قاعد بدعم وبكمل مع النادي، ولكن نتمنى أنه يكون في دعم مادي دعم معنوي، الادارات اللي بتكون تيجي تساهم بالعمل، ما يكونش النادي قائم على شخص او اثنين، لانهم احنا كلنا الفئات العمريه اللي بنقوموا عليها وبنعمل عليها عدد كبير من خلال الفئات العمريه زائد الاكاديميه. نعم. زائد وجود النادي في كثير من الاشياء له حضور ثقافه الكرم خلينا نقول بأعمال كثيرة داخل المحافظة. طب سيد صباح، يعني دعنا نتحدث عن الإنجاز والجانب الإيجابي المشرق من لقائنا في هذه اللحظات، ماذا يعني فوز ثقافة الكرم في بطولة طوكيو، وما الآفاق التي ستفتح لهذا النادي من خلال هذه البطولة؟ الآفاق يعني إن شاء الله للفريق اللي لعب، ولكن كأفاق كنادي أنا أتمنى برجع أقول إنه هذا الشيء اللي صار إنه يجمع
أهل المحافظة على النادي، ولكن كفريق إحنا عندنا استحقاق آخر مشان بطولة طوكيو، راح يكون إن شاء الله 25/7 في غزة، مباراة هي تحكي يعني مشان بطولة شقي الوطن، وبعدها بعرف شو بترتب على الاتحاد في سفرة لطوكيو في أداء في محل آخر ما بعرف، لكن هذا عند الاتحاد إن شاء الله بيقرروه بالمستقبل وبلغونا فيه. ولكن عندنا اللاعبين هذول بعتقد إنه فتحوا لحالهم آفاق على مستوى الأندية داخل المحافظة أو على مستوى الوطن، لأنه كانت الفرق بتتبع والكل بيحضر، وهم يستحقوا إنهم يلعبوا ضمن المحترفين، لأنهم هو لأنه في جزء منهم أصلا محترفين وبيلعبوا المحترفين، ولكن ما تبقى ما جاهمش الدور. وأتمنى السنة دخلوا لنا الفئة العمرية صارت لازم نعملها بعد التوجيه عقود ويدخلوا لمصاف المحترفين. إجمالا مزيدا من النجاح، وأن يتم بالفعل إعطاء أهمية أكبر ودعم أكثر لهذا النادي العريق بفئاته المختلفة، وأن يكون هنالك اهتمام في الجانب الرياضي كما بقية المحافظات الأخرى. سيد صباح صباح، المدير الفني الثقافي طول كرم لفئة الشباب، أشكرك جزيل الشكر، ونواصل مع حضراتكم والمزيد من الفقرات وكذلك الصباحات والمشاركات واستقبال الشكاوى والرسائل.